اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم احمد وامال. فيديو اليوم راح يكون عباره عن تحدي بيني انا واحمد، راح نشوف مين فينا بيعرف الحيوان من شكل رجله بس. في فن في اختيار الصور، مش بس نلعبها، انا بعرف برمائي. احمد ما تحكي والله العظيم انت ما تشرح فيه. غلط. ثاني هذا مين؟ لا لا سلام والله خلص. خلينا نشوف مع بعض كل واحد شو محضر للتاني وبنلعب حجرة ورقم قص وبنعرف مين اللي بيبدا. حجرة ورقم قص. هاي شفت؟ انا فزت. يلا نبلش بالصورة الأولى على السريع. صراحة في طبخة منسف بعد التصوير فيعني فأحمد مش شايف حالك. مش شايف الفضل. أول صورة. معي خيارين صح؟ شو يعني؟ مبين. طلع يعني. ما أنا ممكن إنه أنت تكون يعني قريب منه. حصان؟ لا غلط. شفت قلت لك ما هو مش مبين رجليه طوال ولا قصار، مستحيل انه يكون هالقد رجليه قصار. ضبع؟ لمين هالضبع؟ او ماي جاد. بس انا والله العظيم اخترته لان رجلين بتقدر بضيعوك بين الحصان وبين شو اسمه. عن جد مبين حصان. وجهها رجلين الحصان بتحكي لك ضبع. احنا قلنا حيوانات مش طيور. حيوان مش طير؟ ايش هذا؟ نورس. صح. صح؟ هيك انا حزرت وهي ما حزرت. لا اللي بعده هذا سهل. تمام يلا 1 2 3. هذا ايش؟ كمار وحشي. غلط. اصلا مو بين الرجلين. الفكرة حبيبتي بالرجلين ولا بالاصابع؟ هاي فخدة اول ايش. لا لازم ابين لك الرجل كامل حبيبتي. والله كلهم مبينين. طب ماشي احمد. يا اخوان هاي مبين رجلين يعني حيوان. هذا بتعرف شغلة؟ قربتي قريب كثير. احمد كيف قربت؟ والله قربتي. هذا اسمه حمار الاوريو. لا احمد حمار وحشي هذا. طب خلص هاي لك يا ستي. يلا حمار وحشي. 1-0. يلا 1-2. انت جاهز؟ هذا بعرفه اللي زي الفهد يعني بس. وفهد هيك تحسيه كثير كبير. طب يلا ايش هو؟ ثعلب. احمد ما بدي العب صح؟ والله انا منقيت لك اشياء سهله. هاي ايش؟ لحظه شو اسمها؟ هاي اللي هيك. مين؟ ناسي اسمها. لا كيف ناسي اسمها؟ نعامة. لا في نعامة تمشي ايه؟ والله نعامة صح؟ نعم يلا. ووو طب هاي سهل. لا 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 هاي سهل. من اول ما تفتحيها اعرفها. يلا شو هذا؟ ها؟ فيل. غلط. ثاني. وحيد القرن. ووو صح؟ والله صح. في هذا بحط شيء جوا ابنه جوا بطنه صح؟ الكنغر مش الكنغر. يا احمد مو قادر اعرف مين هذا بس له رجلين. خلاص استنى. وبيحكوا انه زاكي. غزال. غزال ايش؟ لا غزال ما يلعب دخل. على فكرة والله كثير قربت لك اياه. هذا اسمه الغزال الزرافي او الزرافي الغزال. احمد فرجيني اياه. والله العظيم ها؟ يعني له ايدين. كمانين. احمد ما قلت لي له ايدين. بس حزرت ولا لا؟ نص حزرة. لا غزال. طيب يلا الك وحدة. يلا. مولع 3-3. 1-2-3. هذا ثور. ايه غلط. حصان. غلط. جاموسة. طيب جاموسة راحت تقابل الجاموس. جاهزة؟ أحمد عم تضحك. ما بتعرف يا أحمد ما تكون إشي عن جد. لحظة شوي لحظة شوي حتى الزرافة مو هيك. ما ندخل احكي أول جواب. استسلم. بستسلم هاي. تمام عن جد إذا طلع إشي نهفي أحمد. هذا زرافة فوقها حمار. اوكي يا جماعة بكون هيك انا فكرت انه الناس كلها على فكرة كل الكومنتات عم تحكي انه انت غشاش. والله هاي غش ولا ذكاء. واو طلع انا ايش حطيت لك اشياء قد ايه انا طيبة. والله اللي بعدها لا كن طيب. هاي الغيها ماني. سامعيني اعطيني واحدة يلا ثانية بعرفه. يلا بتعرفيها وموجود عندنا كثير بالاردن. موجود بالاردن بتعرفي وين كثير؟ بالدوار السابق. احمد يلا ولكن انت مره شفتيه بالشارع بركض. احمد يلا عيني بعينك. بس لا يعني هذا ابوه هذا هو يعني انت حطيت الاثنين جنب بعض. طب ما هو هي رجلين يعني ابوه يعني مدخل من خاره هون. هذا فرس البحر. يا احمد خلص مش مره شتت في الدور السابع على فكره. بطلت اوثق فيك جد بحكي. حطول لك واحد نسيت كيف. جاهز يلا. نسر. غلط. طب ليش؟ طب صقر. غلط. طب انا هذا لو ورجتيني حكيتي لي ايش هذا مستحيل اعرف شو هو.
طير المينا. طير المينا معروف مشهور. طيب. على فكرة بالسعودية مليان. طير المينا. يلا. استني شوي. جاهزة؟ أوه هذا لسان بطير. لا. لا. لسان البحر؟ إشي بالبحر. أحمد أنا ما بطلت أوصف فيك. حاولي يعني حاولي اعملي يعني جهدك. هذا برمائي. أحمد ما تحكي. والله عظيم. أنت ما تشرح. طبيعي. ما تشرح طبيعي. طبيعي. سمكة القش المحصنة. والله تعالي تعالي اللي بعده حقيقي والله خلص والله اللي بعده عن جد خلص والله اللي بعده عن جد. طب انا ما طب احمد بطل هاي اللعبه يا مان. طب انا صراحه يعني شفت تمام ما مش قادر اعرف زي كذب ولا لا يعني هاي كله انت بتخسره. اوكي انا حزرت ما بعرف يعني انا مثلا شخص بسيط بفوت على النت بشوف صوره هذا الحيوان يعني ما بقدر اميز اذا هو كان انه حي ولا مش حي. انه سمكه قرش لها جناح حصان يعني ممكن كثير انها تتسدد. طلعت والله ما طلعت والله طلعت والله العظيم ما طلعت ليك عندي بس غلط كم غلط ايه انا عارفه انه هو مش بهم وااااي وااااي ارنب يعني ضايل واحد بواحد والله العظيم انه حيوان مكنسه هاي والله العظيم انه حيوان يا احمد انت ما بزبط يلعب معك كل شيء مش ماخذ جدي كرتون اطفال حيوان حقيقي يعيش يا ستي هذا كلب يعني من انواع الكلاب الكلب يعني كلب لا ما في كلب فوقيه قرش والله مو قرش ما في والله العظيم مو تخويت هذا حقيقي قنفذ هذا قنفذ بس نسى شوي احمد قول شغله اذا طلع نهفه والله مو نهفه راح احط لك عقاب والله مو نهفه راح احط لك عقاب تصير يا احمد تحكي لي سامحيني والله مو نهفه خروف لا بلى والله لا يلا شو خلاص هذا اسمه كلب السجادة. حكيت كلب أنا. كلب السجادة اسمه. أنا حكيت كلب. كلب السجادة. طيب هذا الكلب هذا كلب اسمه كلب. يلا هاي جهز حالك عشان نشوف مين فاز. أنت عرفت أربعة. أنا بس عرفت أربعة. ستة. عشان زنختك يمكن طيب أنا ما كان يعرف. طيب ماشي ماشي بس في عندي ثلاث صور نفسي كي أوريك إياها. يلا. أشوف إذا رح تعرف فيه. هذا إيه؟ كلب. لا. غنمة. لا. هذا. سن شوي. في هاد بقرة لا حية لا حية يلا هذا ديك ابن كلب تمام وفي ضا اخر واحدة هذا مين لا لا سأل هذا مش والله لا خلص والله خلص احمد ممكن ما تدخل برشلونة بالغلط توتس بنقل بالصورة ما تدخل برشلونة وميسي بالاشياء وهيك بكون انا كمان اليوم خسرت خسرت هاي المرة اوكي بعترف صراحة كل... وعشان تعرف انه النهافة وين كل الواحد يعني بكفي انك غشاش اصلا في الالعاب كمان بتجيب صور ما رح العب معك تحديات يعني ما بعرف انا حكيت هذه المرة حكيت للمرة الالف انا والله بدور على حيوانات طلع لي حيوان مثلا وهذا حصان على شكل هذا ما بقدر اعرف امين ثاني والله بس استني استني وهذا الفيديو كان سبب انه احنا لقينا التحديات لا 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 كل القناة والله خلص المرة الجاية بكون حي ما بدي اتحداك المرة الجاية بكون حي والله بدك احكي لك شغله والله العظيم بحب لما انت تنصدمي او تضحكي بالنسبه لي اهم من الاخر ولما تضحك علي كمان في الحكي طيب طبعا زي ما بتعرفوا بالاخر دائما نحط عقاب انا واحمد واتفقنا دائما نحط قرعه ونحط فيها عقاب ورقاب عن جد بحكي احنا هلا رايحين ناكل منزل فخليني غاير يعني مبسوط شو رايك هاي المره ما بدي عن جد بحكي يعني عشان الوجوه الطيبة طيب بدك احكي لك العقاب قبل ما احط القرعة ولا بعد؟ بحكي لك عشان الشباب الطيبة لا والله ما والله مو جاي على بالي عقاب بتعرف شو بدي مو جاي على بالي انه احكي لا وهي خلص جاي على بالي اروح اكل طب انا سامحتك العقابين خلص بدك تسامحني العقابين العقاب الجديد مثلا اذا خسرت بالفيديو اللي بيجي بعدين العقاب خليه كثير قوي عن كل العقابات اللي سامحتيني فيها طيب اوكي تمام؟ يعني ضحكت عليكي والله بتخوفي انا بس هيك نكون وصلنا لنهايه هذا التحدي ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتحطوا كومنت وتحكوا قد ايه كان احمد غشاش مش غشاش قد ايش كنت غشاش مبتكر شكرا لكم كثير سلام يلا على المنزل